كلنا بنمر بلحظات غضب، بس مين فينا قدر يتحكم في غضبه ويوصله لنجاح؟ النهارده نزلنا الشارع نسأل الناس، امتى سائق غضبك لنجاح؟ تعالوا نشوف الناس قالت ايه. يلا، امتى غضبك سائق لنجاح؟ يعني حاجة حفزتني مثلا ان انجح. امتى غضب سائقني لنجاحي؟ تقريبا مفيش. دايما بيوديني في داهيه. بصي انا بارده اصلا، يعني ما فيش حاجه تخليني اغضب علشان انجح. طب ما انا طبيعي ان انا هنجح. في الشغل حصل موقف كده في الشغل، ويعني في الحياه العمليه، وقررت بعديها ان انا اكمل وما استسلمش. يعني لما حاجه ممكن مش عارف اعملها وببقى واخد الموضوع ان هو تحدي. يعني مثلا في الشغل، مشكله في الشغل، كان ضغط 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 عليا، وحولت الضغط دوت الى موضوع بسيط جدا وتحملته وقدرت ان انا انجح. ما افتكرش. انت عندك نجاح اصلا؟ اكيد طبعا. النجاح اللي انا عاوز اوصل له او كده مفيش تقدير، مفيش. فانا اصريت ان انا هفضل زي ما انا كده مستمر في النجاح بتاعي، ومن اعلى لاعلى لاعلى، عشان اثبت للست بتاعتي ان انا على حق. او مش فاكر، يعني ممكن يكون في، بس انا مش فاكر. يمكن في اوقات كتير، يعني انا عاده الغضب بتاعي بحوله لطاقه، بقدر ان انا استفاد منه ان انا اكون احسن. طب ايه اكبر غضب خلاكي توصلي بقى ان انا هنزل اشتغل واثبت نفسي؟ ابني، عشان اعمل له كل حاجه هو عاوزها. مدير مثلا قال لي كلمه ملهاش اي لازمه خالص، فانا بحب اثبت نفسي اكتر. لما بابايا كان عايزني ادخل كليه هو عايزها، بس انا دخلت كليه انا عايزاها. يعني في الاول كان عايز ادخل كليه تجاره، بس انا دخلت الكليه اللي انا عايزاها، كليه زراعه. وصلت النجاح فعلا؟ انت حاسه انت حققتي نجاح؟ ايوه طبعا حققت نجاح، بدليل ان انا مثبته في شغلي دلوقتي. نزلت اشتغل اهو، محاسب في المصريه للاتصالات وزي الفل. يعني الحمد لله اتخرجت وعملت دبلومه واشتغلت في كذا مكان. يعني الدراسه مثلا ان انا كنت لازم اخلص الماجستير، والحمد لله خلصت. دلوقتي انا مذيع في القناه الاولى في التلفزيون المصري. ان انا دلوقتي الحمد لله شغاله مراسله دلوقتي، يعني الحمد لله. الحمد لله. واثبتي نفسك في شغلك؟ بحاول على قد ما اقدر ان انا اثبت. مفيش حد بيستفزك طيب في الشغل؟ لا الحمد لله، محدش يقدر، محدش. ايه الجبروت ده؟ ماشي، شكرا.